السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني في الله، معكم أخوكم كريم العابد إمام مسجد النبي في كبك. أيها الإخوة والأخوات، ما ترونه ورائي هنا هو مبنى سوف يتحول عما قريب بإذن الله إلى مسجد نبي. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لقد تم الاتفاق يا إخواني مع صاحب المحل على كل شيء، على السعر وعلى كل التفاصيل، حتى نحول هذا المبنى إلى مسجد لله عز وجل. سوف يكون وقفا لله عز وجل، سوف يكون صدقة جارية. فساهموا يا إخواني في شراء هذا المبنى، ساهموا في إقامة هذا المسجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، نسبح له فيها بالغدو والآصال للرجال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. ساهموا يا إخواني في شراء هذه البناية حتى تكون صدقة جارية لكم ولوالديكم ولذرياتكم، وأسأل الله العظيم أن يتقبل منكم. السلام عليكم ورحمة الله.